السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم مجموعة من الأخبار على قناة مصر تيوب. من أهمها صرف معاشات شهر مايو من خلال ماكينات الصرف الآلي الجمعة. خبر الأول بيقول الصحة تسجل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، 20 حالة وفاة. أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الإثنين عن خروج 60 من مصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية اللازمة وتمام شفائهم، ليرفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا 1236 حالة حتى اليوم. التضامن صرف معاشات شهر مايو من خلال ماكينات صرف الآلي. أعلنت نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي إتاحة صرف جميع المعاشات لبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الصحي من الصرافات الآلية الـ ATM اعتبارا من الجمعة الموافق الأول من مايو، في إطار خطة الدولة لتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم. الخبر الثالث، رئيس الوزراء مكلفا بإزالة أي مساكن عشوائية بمسبيرو، لن نسمح بعشوائيات بالمنطقة. تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين أعمال تطوير منطقة مثلث مسبيرو، ورافقه وزير السياحة والأثار والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرية ومحافظ القاهرة. وخلال الجولة التفقدية بأنحاء المشروع استمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان حول مكونات أحد الأبراج التي تفقده رئيس الوزراء، حيث أوضح أن مساحة المبنى تصل إلى 25863 متر مربع أي 6.2 فدان، ويتكون من بدروم كراس سفلي بمساحة 19000 متر وسعة 353 سيارة، ودور أرضي تجاري 16970 متر، والمساحة المخططة بيعها 8500 متر، كما يشمل دور أول كراش علوي بمساحة 15000 متر وسعة 280 سيارة. خبر تاني بيقول الجيش المصري يواصل توزيع كمامات طبية على المواطنين. نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو توثيقي لجهود الجيش المصري على توزيع الكمامات الطبية مجانا على المواطنين في عدد من المحافظات. خبر تاني، بناء على بيان علي جمعة رد على زاهي حواس بقضية النبي إدريس وأبو الهول، يا مستر زاهر هجومك علينا سقطة وأنت لم تراعي الفرق بين العلم والروايات الشعبية، ننصحك بمشاهدة برنامجنا أولا قبل أن تعطينا محاضرة في الأثر. أصدر الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر بيان بشأن ما صدر عن الدكتور زاهي حواس، حيث أكد جمعة في بيانه أن الدكتور زاهي حواس الصديق القديم الذي لم يعني نفسه بالاتصال ولم يعني نفسه بالاطلاع على البرنامج، واعتمد على ما تناقلته وسائل الإعلام، ثم أراد الظهور بعد غيابه من الساحة مدة طويلة ولم نستمع فيها إلى صوته ولم نره محياه ولم نرى محياه على ما قد عاد عودا عفاه الله عنه. الاختيار بطولة جيش، الشهيد رامي حسنين تسلم مع منه منسي قيادة الكتيبة بعد استشهاده لحقه بعد عام. كانت كلمته دائما رجالتي بتاخد القوة مني وأنا في أول سيارة في تنفيذ المهمات، ونعاه المنسي أستاذي ومعلمي. الخبر الآخر، عائلة مصرية عتيقة غيث ينتمي نسب العائلة للإمام الحسن ولها 18 فرع في مصر، قدمت من أبنائها 3 شهداء للوطن حمدي وعبد الله غيث أشهر أولادها، تحتفظ بمقعد العمودية منذ 150 عاما والدوار بكفر شلشلوم، واحد من أبرز العائلات المصرية العريقة التي أنجبت الأبطال الثوار وأنجبت أيضا العظماء الممثلين حمدي وعبد الله غيث. قدمت إلى مصر من شبه الجزيرة العربية من أرض الحجاز أثناء الفتوحات الإسلامية، وتمتد جذورها في النسب إلى سيدنا الحسن، وتنتشر عائلة في جميع قرى ونجوع مصر، فلها 18 فرع بمحافظات الجمهورية، وينتسب إليها الممثل حمدي غيث والممثل عبد الله غيث. خبر آخر، زي حواس لا يوجد في الآثار أي ذكر للأنبياء، وأقول لعلي جمعة تحدث في الدين. إصابات كورونا في السعودية تقترب إلى 20,000 بعد تسجيل 1298 حالة جديدة. تلفزيون السودان يعتذر للمواطنين بعد إذاعة أذان المغرب قبل موعده بعشر دقائق.
نشرت إدارة التلفزيون السوداني في نشرة الأخبار الرئيسية مساء الأحد اعتذار عن خطأ غير المقصود الذي حدث بسبب وقعة إذاعة أذان المغرب قبل 10 دقائق من توقيتها الأصلي. حتى المواشي بقت أونلاين، سوق الإلكتروني لتجارة المواشي لأول مرة بالصعيد. مبادرة هي الأولى من نوعها في الصعيد، أطلقها أهالي قرية عرب مطير التابعة لمركز الفتحة بمحافظة أسيوط، وذلك بعد ظهور فيروس كورونا وما صحبه من تداعيات وإجراءات احترازية. خبر آخر، المحافظات تواصل صرف المرحلة الثانية لمنحة العمال غير المنتظمة. صرف المنحة إلى 363 عامل بالغربية، والمواطنون يلتزمون بالكمامات بقنا، والمنوفية تخصص 226 مكتب بريد و10 مدارس، والقلوبية تستقبل 4700 مواطن. خبر آخر، وزارة الصحة تخاطب النائب العام بوقف برنامج رامز مجنون رسمي. طلبت مستشفى الصحة النفسية التابعة لأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان من النائب العام بفتح تحقيق عاجل والتدخل الفوري في عرض برنامج مجنون رسمي. وقال المستشفى في بيان أن البرنامج يسيء للمجتمع المصري وصحته النفسية، لافتا الأمانة إلى تشكيل لجنة من المجلس القومي للصحة النفسية لدراسة وقف هذا البرنامج، وسيكون هذا القرار الحكيم من حماية هذا الوطن وعين الشعب والمدعين عنه مرجع، ورادعا لنوعية هذه البرامج التي تؤثر بالسلب على الصحة النفسية للمواطنين. انتهت الأخبار، وأدعوكم للاشتراك في القناة، وشكرا والسلام.